انا ولدي تزاد نهار 24 في 6 في 2008 تزاد عندي شهر. ملي تزاد عندي شهر ديتو للطبيب خرج لي قال لي راه عنده الاخر القلب العروق ديال القلب. ديتو المليليه دوزت تماك شهر ومن تماك داوه لسيبيا دوزت تماك 3 شهور وسيمانه رجعوه صبر واحد العام داروا له العمليه. نهار اللي داروا له العمليه بقى 3 شهور جا عندي هنايا 3 شهور بقات له 3 ايام مرض ديتو المستشفى الحسني قالوا لي خصو تانا الاكسجين داروا له لاسيرونس داروا له في العرق ما دارولوش في العرق داروا له في اللحم تقيه داك الدم كامل منين مشى شويلو تقيه كل شيء الدم الناموسيه ولا طعامره بالدم. ملي مشات عند داك الطبيب مع الصباح قلت له كيفاش كيفاش قال لي ودي راه الحاله ديالو غير معينه وشويه وقال لي ماشي بزاف قلت له اعطيني الدري قال لي ندوز له الراديو دوز له الراديو ديتو المليليه ديتو المليليه قالوا لي شكون هذا الشيء اللي داروا له هكا قالوا لي هذا راه مشى راه القلب ديالو مشى دوه الملاغه بالليل مع العشرة ديال الليل ركبوه منين وصل الملاغه صافي هو هذاك بقى غادي هكا غادي هكا. دابا انا يا خرجت لي السيته ديال الملاغه ديال الطبيب باش نديه درت كل شيء الوثائق اللي عندي درتهم بقات لي الشهاده بنكيه من 3 مليون لفوق ولا من المهم هما قال لك من 2 مليون لفوق هذاك الشيء اللي خصني كنطلب من المحسنين الا بغاو يتعاونوا معايا داخل الوطن او خارج الوطن الا بغاو يتعاونوا معايا يديروها ليا يساعدوا هذا الدري هذاك الشيء اللي كنطلب كنطلب من جلاله الملك يشوف من حال هذا الدري عاود هذا حنا عندنا راك شوف فين ساكنين 17 كيلومتر على الناظور على السبيطار السبيطار كنجيبوه للمستشفى الحسني ما كيبغوش يشدوه كنديه للمليليه كيقول لك لا خصو طارخيطه خصو لاكارت ديالهم هنايا باش يدخلوه هنايا في الناظور كيقول لك ما كنستقبلوش حنايا ما فاهمين فيه والو سير ديوه فين درتو العمليه الاولى ديالو. دابا هذا درت العمليه الاولى وبقى له عمليه اخرى اللي صعيبه ديال القلب دابا قطعوا له واحد العرق هنا فين شدوا راه عنده العرق ديال البلاستيك اللي عنده هنايا خصو العرق ديالو باش يديروا له هنا يبقى يهود الدم لما داروا له هذاك صافي يقدر يوقف على رجليه اييه يقدر يوقف على رجليه الا داروا له هذاك العرق يقدر يوقف على رجليه ما دارولوش هذاك العرق راه كيبقى خصو هذيك العمليه هذاك الشيء اللي خصو. دابا شهر نهار 24 في 8 غادي تكون عنده 14 نهار 24 في 8 دابا 13 وزياده يعني عنده دابا مريض ها انت شوف التنفس ديالو الحاله التنفس ديالو حنا كنبغيو نديو من هنايا صعاب علينا الحال بزاف تاكسيات والو اصحاب الفوضى كيقول لك الا لقيتي الفوضى الا لقيتي الفوضى كيقول لك 20000 فرانك ولا 25 بالليل كيطلبوا لك 25000 فرانك بالنهار كيطلبوا لك 20000 فرانك 200 درهم اللي كيطلبوا كتجي حاله صعيبه بزاف 17 كيلومتر حنا راك شوف الحاله ديما كيتزير هكا كيبكي هاد المره يلاه كان مات ليا يلاه كي ديتو نهار السبت لحد جبتو من تماك هو مريض بزاف القلب ديالو الدواء ديالو اللي كيستعمل بزاف ديال الدواء خرجوا ليا واحد ماركه ديال باطيدو كيدير شي 200 يورو هذاك خصو يشربو لابد ضروري يشربو الا ما شربوش هذاك صافي كيقول لك ما كياكلش كياكل الماكله مطحونه بحال البطاطا بحال الاخر الكركاع بحال اللوز كيطحنوا كل شيء في الماكله. خطوط التاريخ جي منطقة الناظور عارف يكمر سوى ان يتجندني تادي الناظور دير خارج مارات التاريخ تاع مارات يعاون قطور الغريب ما يهرش ما راه خصنا دا يعاون النمرو التليفونين وقت غاصن رخدو ما راه خصنا تشكاري خدر مارات يهرس الصور واه يهرس الصور قاغار الحالة اللي سقا خطيرة يا الطاس مستعجلة الطاس رختو غاري نهار 11 دي ثلاثة خصا ديني يريدني غو طبيب وغاري شا ميقدر لي داينان وغاري يجي الشهادة بركية اللي خصها هي لابد خصها الشهادة بركية باش تداوي رختو غاري يجي شا تطارق زي المحسنين مارا تشكاري خدم مارا
داخل الوطن او خارج الوطن جميعا مارا التاريخ زي جلاله الملك ورنتا تشكاريخ ورنتا الى بغى يساعدنا يشوف من هذا الدري هذا كنشكره حتى هو بزاف والله يحفظه والله يخليه لينا كاملين جميعا.